بدعة بيات إلى هذه الأمهات النجرة. فأقول يا حاء يا باء يا لفظ يجننني، أبلغ خديجة أني كنت أهواء أنساب في موجها والشوق يقلقني منبجسا وجرابي سم ذكراها يهز رمحا على ذاتي مهفهفة صعب اتقائي دوائي في طواياها هنا فرشت لها روحي لتملكها وأصبح الآن حجابا لسكناء علمتني أعطيت القوس باريها للقوس وجهاني معناها ومبناها يا ربة القلب هذا القلب مضطرب من فجر بلقيس في عصفور ليلاها أدمرت حبك وهو الآن منكشف يا ظبية يسكر الأذهان معناها. والقصيدة المدحية لو سمحتم لأنها يبلغ 20 بيتا. للتوضيح فقط بالنسبة للأخ كتب قصيدة قديمة جدا، باش ما تسمعوش بالكاس ونقولوا تقاس حاليا ولا شيء. أقول في مطلعها سلكت إلى حيث القلوب جوامع طريق الهوى والصب للشوك خادع يفيد على العشاق من فيض أدمعي هنا انطلق العشاق ثم المدامع وبي ما إذا لها السماء بندره فلا النجم يسري لا ولا البدر طالع فداه أنا نفسي وأمشي مجسدا معاني الهوى حيث القلوب طوائع وفيا وإن خان الجميع وقصروا رديا بألوان الوداد تتابع غرقت ولكن في محبة سيد رسالته الغراء تلك الجوامع له أبجديات البلاغة كلها فإن سمى إبداع فأحمد جامع فتكتسب الإبداع منه لباقة حروف على ماء اللجين بدائع كتبت له نفسي وما ملكت يدي سوى أن قلبي للهيام مبايع هو المصطفى والخلق تين وجندل قد اختار المولى نبيا يدافع رسول أتم الله نعمته علي وأكرم ببدر نور أتم ساطع نبي على الخلق العظيم قد استوى لأسوتنا الحسنى وحبي طابع معي منك ما لو كان بالماء لم يصل وفي سدرة الرضوان كنت أبايع خير الخلق بيعة صحبة تحف بهم حيث الجوار السواتع وأجعل نصب العين هدي محمد ممدا له عظمي وكل يتابع مكرا له ذاك المقام وأقتدي به رغم حجم المانعات تمانع وأشفي به نفسي لتبقى زكية فتلك محل مستقيم مطاوع ولي في التزام المدح ألف قصيدة تبين شان المرتضى وترافع أنادي بها المرفوع ذاتا ورتبة هنا ينجلي قصدي كذاك الدوافع هنا يعلم الأقوام أني حبيبه
أسكنه قلبي فلبى توابع أملكه نفسي امتثالا ولم أكن لأعصي له أمرا وذلك واقع ورب جميل صانع متأثر مقارنة سير النبي المرافع فسيرته أبها أدا وتأثرا وتلك الأسمى ما تزيء الروافع أحبك خير الخلق نفسي وديعة لتشفع لي يوم ترد الودائع. السلام عليكم.